نعم. بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة للتعزية، للتعزية نعم، في البيت يقيمونها 3 أيام، أحيانا العم أو ابن الخال أو ابن العم يأمرك بالتواجد في التعزية وتحدث لنا إحراجات، يعني قد يكون خصام بين العم وقد لا يكلمك أشهر، وقد حدث هذا معنا، فما قولك يا شيخ؟ بارك الله فيك. الاجتماع للتعزية بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يجتمعون لها، مع أنه أحيانا يصحبها من المنكرات أشياء كثيرة. فلا تحضر الاجتماع ولا تفتح بابك للاجتماع. ومسألة إن فلان يغضب أو لا يغضب لا عبرة به، ما دام هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا نحن مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثم إن في فتح الباب للتعزية إشعار بأن أصحاب المصيبة ما رضوا، كأنهم يقول للناس: يا أيها الناس إيه تعزونا، وفي الله عز وجل عزاء من كل هالك. فأرى أنه أن تقاطعها، ومن هجرك أو قطع صلتك فالإثم عليه أنت، لا تهجره ولا تقطع صلته ولا إثم عليه. نعم.